بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك أيها الشعب الوفي الصابر المرابط في الساحات، ورحمة الله وبركاته. السلام على الشهداء الأبرار وعلى دماءهم الزكية وأنفاسهم النبية وأرواحهم الطاهرة. السلام عليكم يا شهداء أرض أوال. السلام عليك أيها الشهيد المقاوم البطل أحسين الصافي، فبعد أن مضى على رحيلك 19 عاما متأثرا برصاصات الظلم والغد، فما زال فقدك يتجدد فينا كلما مرت ذكراك الخالدة، تتجدد روحك المقاومة والفدائية في كل حر وأبي يرفض الذل والمهانة، فأنت ما زلت مخلدا فينا ونراك في ذات كل ثائر يردع الظلم ويقاوم الإرهاب ويقارع الإجرام. نعم نعم، رحلت جسدا وخلفت فداء ووفاء ومقاومة، وأسست للثائرين دروسا من النضال والجهاد من أجل الدين والوطن. إن دماءك الزكية لم ولن تجف أبدا، وستقاضي كل من شارك في سفكها إن تمكنا في الدنيا، وإن لم نتمكن فقاضي السماء لا يضيعها. مطلبنا الوحيد أن ينال الشهيد حقه، وحق الشهيد لا يسترد إلا بالقصاص ممن قتله. لذا نعلنها بأن مطلبنا القصاص لقوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.